هاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب، حفظكم الله وسدد خطاكم. بعد تقديمي لفروض الطاعة والولاء مشروعة بأسمى عبارات الولاء والإخلاص الرائعين والدعوات الصالحات لحضرة مولانا وسيدنا جلالة الملك محمد السادس، نصرك الله وحفظك بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينك بولي أحدك المولى الحسن وجدت الله أثرك بشقيقي مولاي الرشيد وسائر أفراد أسرتك الملكية الشريفة. أنا دنيا بطمة رعية من رعاياك الأوفياء، أنت تفضل وتشملني بعفوك وأن ترحمني وترحم بناتي وترفع عني هذا البلاء. أنا عزيز بالحق عيد كرة وبناتي عياو بغر ربي وبسلام عيد من الناس تعدوا عليا وتعدوا لي على أختي وتعدوا لي على سميتي وتعدوا لي على صوتي وتعدوا لي على كل شيء. الناس الضاربين أنا ما كنطلب والو، كنطلب عفوك سيدنا وكنطلب حقي لا أكثر ولا أقل. وبكائي مش ضعف، وانتو يا أصحاب المؤامرة على دراية بهذا الموضوع، أنا أقوى ما تخيلون، ولكن ويلكم من رب العالمين.